مرصد الجهادية. مرحبا وأهلا بكم إلى برنامجنا نتتبع فيه أخبار الجماعات الجهادية حول العالم. هذا الأسبوع نغطي الفترة من 5 إلى 11 يوليو 2020. أنا نهاد الجريري. إلى العناوين: صدمة في الأوساط البحثية والصحفية في العالم باغتيال العراقي هشام الهاشمي، أحد أهم الباحثين في الجماعات الإرهابية. كنت أطلب من عنده، أقول لدكتور هشام يعني أنت تتخوف ما تعطيني إياها مثلاً؟ أنا أعرف ما عندك أنانية بالمعلومات، ليش طولت علي يوم أو يومين؟ الأستاذ رعد هاشمي يستذكر مواقف من حياة الهاشمي ويكشف عن كتاب كان الهاشمي بصدد إعداده عن الحشد الشعبي التابع لإيران. اسمه الحشد الشعبي بين الدولة واللا دولة. هذا الكتاب كنا نعول عليه فيما إذا ظهر يكشف حقائق ووقائع كبيرة. هيئة تحرير الشام ترفض تقريراً أممياً يتهمها بارتكاب جرائم حرب وتدلل على حسن سلوكها بأن جمعت القوى العسكرية كافة في غرفة عمليات الفتح المبين في أولى ثمرات اجتياح حراس الدين. الكورونا تظهر في مناطق الهيئة لأول مرة وشرعيها الفرغلي يكرر أن العلاج يكون بالرقية والأذكار. سواء بالرقية الشرعية، سواء بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء، ما تحمي المؤمن من كل داء. وأخبار متضاربة قادمة من موزمبيق حول اعتداءات داعش. الدعاية تبث من الطرفين. بعض أفراد داعش من المركز تسللوا إلى صفحات إعلامية في موزمبيق من أجل الدفاع عن أجنداتهم وشرح أهدافهم. الدكتور إريك موريا جينود أستاذ التاريخ الإفريقي يحدثنا بعد حوالي 20 دقيقة من الآن. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة على أخبار الآن دوت نت والاستماع إلى نسخة البودكاست على الآن دوت أف أم. إذا تدخلت فسوف يرد داعش باعتداءات في أراضيها. بعد أحداث الموصل هم يريدون أن يضغطوا على بلال عبدو كريم. مساء الاثنين 6 يوليو 2020 اغتيل الدكتور هشام الهاشمي، الخبير العراقي في شؤون الجماعات الإرهابية، صاحب الحضور الإعلامي المهذب والعلم النافع. الإرث الذي خلفه الدكتور هشام هو أنه استطاع أن يفضح ضعف داعش بكثير من الحقائق والأرقام بلا ضوضاء أو إنشاء. المعلومات التي قدمها الهاشمي عن داعش تحديداً ستظل مكسباً لكل باحث، فقد كان في الخط الأول من جمع المعلومات وتنقيحها. داعش ابتهج لاغتيال الهاشمي أيما ابتهاج، لكنه لم يعلن المسؤولية، بل إنه في خبر مقتضب في صحيفة النبأ الأسبوعية أيد نظرية أن ميليشيات تابعة لإيران هي من اغتالت. كيف كان الهاشمي بعيداً عن الكاميرات؟ تحدثت إلى الأستاذ رعد هاشم المحلل السياسي العراقي وسألته عن معرفته الشخصية بالهاشمي. رحم الله الدكتور هشام، كان يعني زميلا لكل الصحفيين والإعلاميين، وهو كان حقيقة يعني مرجع منذ بداية، يعني مرجعا إحصائيا وأرشيفيا منذ بداية دراسته في كلية الإدارة والاقتصاد قسم الإحصاء في 95، وواكبنا كثير من الأنشطة والفعاليات ربما الطلابية وأيضا الجانب من الأنشطة الشبابية الإعلامية في كثير من المراحل، ربما لم نكن بداية على يعني علاقة تفصيلية ويعني عميقة بالبداية معه، ولكن بعدما أن درس في معهد التاريخ التابع للجامعة العربية. أستاذ رعد، هل كانت تربطك في علاقة شخصية؟ بعد أحداث الموصل ست نهاد صارت حقيقة تواصل مباشر شبه يومي مع الشهيد كحال الزملاء الآخرين. هو كان معينا لا ينضب حقيقة
للمعلومات لزملاء يرفدهم. يعني طبعا شوفي حضرتك تعرفين مرات الإعلامي يكون فضولي وحتى مرات يكون أنانيا في معلوماته، ويعني دائما يحب أن يحصرها، وهذا من حقه الشخصي لأنه إعلامي ويتعب بمجهوداته وجهده في الحصول على المعلومة والحصول على الفكرة. لذلك متعارف عننا نحن الصحفيون والإعلاميون أننا نمتلك بعض الأنانية المشروعة، ولكن كان الزميل رحمه الله الزميل هشام كثيرا ما يعني يزهد بمعلوماته، يزهد بأفكاره، يزهد بنصحه ونصائحه للعاملين في مجال البحث الأكاديمي، فضلا عن زملاء الإعلاميين، لأنه كان يعرف نفسه أنه هو المعلومة ليست ملكا له، وإنما متى ما كانت هي هادفة وخادمة للمجتمع ستكون هي بمثابة أو بمنزلة المعين الذي يرفض عنصر الحياة الدائم لكي يعني تنتصر كلمة الحق. هذا هكذا كان هو يشعر، وهكذا كان يعني أمل في أنه تكون المعلومة الحقيقية متداولة عند الجميع. أستاذ رعد، شو بتتذكر مواقف مع المرحوم الهاشمي؟ أشياء ما بنعرفها نحن الذين لم يتسنى لنا معرفته بعيدا عن أبحاثه ومقابلاته التلفزيونية. كان حقيقة يعني قبل التظاهرات وبعد التظاهرات التشرينية الماضية السنة الماضية كان يلجأ إلى أربيل تخفيا حقيقة من اقتصاص الميليشيات من عنده، فكان كريم النفس. ضيوفه الذين يقصدوه كان سخيا وكريما معهم. كنا حقيقة يقلقنا التواجد الميليشياوي في المناطق المحررة، يعني قصدي أنا أقصد المناطق ذات الأغلبية والنفوذ السني اللي هي شمال والغربي من العراق، فكان يحتفظ بكثير من الأرشيف والوثائق. كنت أطلب من عنده أقول له دكتور هشام يعني أنت تتخوف ما تعطيني إياها مثلا، أنا أعرف ما عندك أنانية بالمعلومات، ليش طولت علي يوم أو يومين؟ قال لا، حتى أكون منصفا وأعدل لك إياها وأقول لك منو الفضائي، يعني هذا اللي عامل يعني تزوير يعني بانتمائه للحشد والميليشيات بقصد قبض الرواتب والمعاشات. قال أنه أنا على سبيل الدقة كنت منذ يومين أراجع بها حتى أزودك بها قادة وعناصر الميليشيات، من كان منهم عنده يعني هناك تحصل معلومات، تستحدث معلومات بخصوص تجاوزاتهم وبخصوص أيضا أمور تنظيمية إدارية لهؤلاء الميليشياويين. فكان يرفدنا بقوائم، يعني تعرفين جنابك حينما يكون منشغلا الإعلامي والصحفي والموثق لا طيقة له وقدرة على أن يعني يشتغل أو يستجيب لتكليف هنا أو هناك بواقع جداول و يعني مناهج كبيرة وحتى مثقلة يعني بالمعلومات. وأيضا عزيزتي أسوق لك أيضا مثل أو قول أيضا تحدث لي عن قصدي بمعلومة، أنه أنا الآن بصدد إعداد، هذا قبل شهر من استشهاده، قال بصدد إعداد كتاب بعنوان الميليشيات الحشد، أو هو يرفع ميليشيات تحاشيا أو تخوفا من هؤلاء العناصر اللي الضالة الموجودين هناك في بغداد، وهو الساكن أو العايش في قلب بغداد. اسمه الحشد الشعبي بين الدولة واللا دولة بالنص. هذا الكتاب كنا نعول عليه فيما إذا ظهر يكشف حقائق ووقائع كبيرة عن هذه الفصائل المنفلتة، الفصائل الأخرى المنضوية للحشد. كان أيضا لا يعني يخفي تخوفه، يعني حينما نتكلم عن الكتاب، حينما نتكلم عن الجداول هؤلاء العناصر الفضائية أو الخارجة عن يعني بالتسجيل خارجة عن السياقات القانونية تسمى فضائيين،
أقصد بالنسبة للقادة وعناصر الحشد والميليشيات الأخرى المنضوية معها والتابعة بولائيتها لإيران، كان يعرب عن قلقه كثيرا ويقول نتخوف. أقول له هشام يعني ليش ما تتوجه إلى دولة مجاورة أو يعني حتى لأربيل أولا، أنت مراكز الأبحاث كلها ترحب بك وكلها يعني تريدك، ولكن هو يأبى أن يبتعد عن بغداد. هذا يعني حقيقة جانب من الأمورات اللي كانت تربطنا مع الأخ الشهيد هشام. الأستاذ رعد هاشم المحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك. شكرا. بعد قليل في مرصد الجهادية، الجولاني ودولته البوليسية تهكر حسابات معارضيه. ولماذا طالب المقدسي إعلام طالبان بالاعتذار؟ ولكن أولا، أين نحن الآن في إدلب ومحيطها؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في مرصد الجهادية، أنا نهاد الجريري. أين إدلب اليوم؟ تستمر هيئة تحرير الشام بالتضييق على الجماعات المستقلة خاصة حراس الدين بالاعتقال والمساومة، فإما يدخل المستقلون في غرفة عمليات الفتح المبين أو يخرجوا من المنطقة. قتل أبو خالد التركي القيادي في حراس الدين في تفجير بمنزله قرب إدلب. غرفة عمليات الكتائب المستقلة تقول إنهم أجبروا على تسليم مواقعهم في نقاط الرباط إلى هيئة تحرير الشام تجنباً لسفك الدماء، والهيئة تمنع الطعام عن نقاط مقاتلين مستقلين ما لم يدفعوا المال لطباخها. القائد العسكري في حراس الدين أبو عبد الرحمن الديري بعث رسالة إلى عناصر التنظيم يدعوهم فيها إلى الثبات ويبشرهم بأن رحى الحرب قادمة، ويلمح إلى أن السلطان هيئة تحرير الشام لن يدوم، كما أن جماعة البغدادي لم تدم. وربما كان في كلامه تطمين للمقاتلين كي لا يفروا إلى مناطق أخرى أو ينضموا إلى الهيئة. هم يريدون أن يضغطوا على بلال عبد الكريم. انشغل الجهاديون في إدلب هذا الأسبوع بخبر اختراق حسابات الصحفي من أصل أمريكي المرابط في شمال سوريا بلال عبد الكريم، وتسريب صور شخصية له ولعائلته. ولكن عندي فكرة قوية وأيضا معلومات قوية، أيضا أني أعرف من الفاعل، ولكن هذا ليس هو المهم في وقت الحالي. أنا أريد أن أتكلم عن الأسباب هم يريدون أن يضغطوا على بلال عبد الكريم. عبد الكريم الذي كان قريبا من الهيئة حتى وقت قريب قاد حملة للمطالبة بالإفراج عن أبو حسام البريطاني مسؤول الإغاثة في أطماء الذي اعتقلته الهيئة ضمن الهجوم الأخير على حراس الدين. هيئة تحرير الشام أصدرت بياناً يقول إن أمنييها تلقوا الصور من مصدر مجهول وتحفظوا عليها، لكن جهات أخرى نشرتها في مواقع عامة. معارضو الهيئة اتهموا أبو مريا القحطاني عضو المجلس الشرعي شخصياً بالوقوف وراء التهكير كأسلوب ضغط على المعارضين. آخرون مثل عصام الخطيب وأبو يحيى الشامي ذكروا كيف أن الهيئة هددتهم سابقاً بنشر صور شخصية لهم من خلال التهكير إن لم يتوقفوا عن انتقادها. لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا نشرت في 7 يوليو تقريراً تقول في جانب منه إن ممارسات هيئة تحرير الشام تعتبر جرائم حرب. هيئة تحرير الشام رفضت التقرير في بيان رسمي. واللافت هنا هو أن من ضمن النقاط أو الإجراءات التي أوردتها لدحض التقرير هو أنها وحدت العمل العسكري في غرفة عمليات الفتح المبين، وقالت إنها تضم كافة القوى العسكرية الثورية التي مهمتها الدفاع عن المناطق المحررة. وربما أجاب هذا عن سؤال لماذا الآن تنقض هيئة تحرير الشام على حراس الدين؟ الهيئة تريد أن تخرج من تصنيف الإرهاب.
ظهرت هذا الأسبوع أول حالات كورونا في إدلب ومحيطها، وكانت لأطباء، الأمر الذي زاد من قلق الناس هناك العالقين الآن بين كورونا وهيئة تحرير الشام. كاريكاتور علق: عليك باستخدام الوقاية لأجل لا تنحجر في المستشفى أو في المنفردة، في إشارة إلى سجون الهيئة. وشرعي الهيئة يحيى الفرغلي أعاد نشر فيديو صوره في مارس الماضي يقدم فيه علاجاً ثورياً للكورونا، سواء بالرقية الشرعية سواء بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء، وهي تحمي المؤمن من كل داء. لأن حفظت على أذكار المساء وأذكار الصباح والمساء دائماً وبانتظام وبتأني لن يصيبك هذا المرض بإذن الله تعالى، وإن أصابك فهو خير لك من أن لا يصيبك. هذه نقطة مهمة. في خضم التراشق العقدي بين مؤيدي هيئة تحرير الشام ومعارضيها، سأل أنصار داعش عن الحكمة من تأييد اتفاق طالبان مع أمريكا ورفض اتفاق هيئة تحرير الشام مع تركيا، وقالوا: أم أنه في خراسان فتح وفي إدلب خيانة؟ وبعد سلسلة المقالات التي كفر فيها المقدسي هيئة تحرير الشام لتعاملها مع الأتراك، أفتى هذا الأسبوع بألا يترك المستقلون نقاط الرباط، على اعتبار أن عليهم العمل على درء أعظم المفاسد باحتمال أدناها، أي أن قيادة الهيئة مفسدة لكن الدوريات الروسية مفسدة أكبر. لا تزال أفريقيا العنوان المفضل على الصفحة الأولى من صحيفة داعش الأسبوعية النبأ. العدد الأخير رقم 242 انتهى بإحصائية اعتداءات التنظيم في غرب أفريقيا خلال الشهر الفائت بواقع 25 اعتداء، وابتهج أنصار داعش بالعناوين الواردة في الإعلام العالمي عن التنظيم في غرب وجنوب أفريقيا، خاصة في بوركينا فاسو وموزمبيق. لكن إلى أي درجة الأخبار الواردة من هناك تعكس حقيقة الموقف؟ نرحب بالدكتور إريك موريير جينود، أستاذ التاريخ الإفريقي في جامعة كوينز في بلفست والمتخصص بكل شيء موزمبيق. دكتور، شكرا جزيلا لتلبيتك الدعوة. ماذا نعرف عن العلاقة بين داعش والجماعات التي تهاجم في إقليم كابو دلغادو؟ We know very little actually. There's very little facts and there's a lot of speculation. ما نعرفه قليل جدا، الحقائق شحيحة والتكهنات كثيرة. ما نعرفه يقينا هو أن تواصلا حصل بين داعش والمتمردين في كابو ديلغادو، وعلى مدى السنة الماضية زاد التواصل وأصبح أدق وأسرع. على هذا الأساس يقول محللون إن الدمج بين هؤلاء وداعش اكتمل، وآخرون يقولون إننا لا نعلم حجم الترابط بين الاثنين. ما نعرفه هو أنهم أعلنوا الولاء لداعش وأن تواصلا حصل، الأمور غير واضحة، لكن هذا التواصل لا زال يتم بالهاتف. لا يبدو أن داعش أرسل مواد إليهم، ولا نعلم حجم المعلومات التي زودوهم بها، ولم نرى تحولا في استراتيجية المتمردين، فهم لا يستخدمون المتفجرات أو القنابل. وفي مايو ورد خبر عجيب من القاعدة يتبنى هجوما في موزمبيق، لهذا أعتقد أن الحالة غير مستقرة، وسنرى كيف تتطور مع مرور الوقت. صحيفة داعش الأسبوعية النبأ خصصت الافتتاحية الأسبوع الماضي لموزمبيق، هل تفاجأت؟ نعم صحيح، على مدى شهر تقريبا لم يصدر شيء عن داعش، هذا ما كنت أقوله لك. كنا نتساءل عما يحدث، ثم جاءت هذه الافتتاحية ومعها صور قديمة ومعلومات عن الاعتداءات التي وقعت قبل شهر. ما نفهمه من الافتتاحية هو أن صفحة كاملة خصصت لموزمبيق، وهذا مفاجئ. وزيادة على هذا يظهر في الافتتاحية فهم لتاريخ موزمبيق والمنطقة، وتذكير بأهمية وجود البرتغال هنا وبالنظام الشيوعي الذي حكم في الثمانينيات. هذا اهتمام بالتاريخ ومعرفة بالتطورات الأخيرة، حيث أن دولا في جنوب أفريقيا كانت تفكر في التدخل. الافتتاحية تحذر هذه الدول وتقول إنه إذا تدخلت فسوف يرد داعش باعتداءات في أراضيها، لذا عليها أن تحذر. الرسائل مركبة، فيها وعي بالماضي والمباحثات الجارية بين الدول. الافتتاحية مهمة.
So an important editorial indeed. آخر مرة دكتور حكينا فيها كان داعش بيحتل البلدات في كابو دلغادو ليوم أو يومين ويرحل. ما أهم التطورات التي حصلت خلال الشهرين الماضيين في المنطقة؟ Two things, I think. The first is the government hired a South African private military contractor. ثمة أمران. الأول هو أن الحكومة تعاقدت مع شركة خاصة من جنوب إفريقيا وهي مرتزقة، جاءوا على متن طائرات مروحية وأعطوا الحكومة الثقة بشن هجمات ضد داعش في معاقلهم. زاد النشاط الحكومي في المنطقة على المستوى العسكري وهذا تطور جيد. من ناحية أخرى تراجع المتمردون حتى نهاية يونيو عندما هاجموا ماسيمبوا ديرايا وهي من المدن المهمة في الإقليم. اجتاحوا المدينة وأقاموا فيها عدة أيام وهذا يعني أنها هؤلاء المتمردين الذين اسمهم داعش لا يزالون فاعلين على الأرض وقادرين على شن هجمات ضد الحكومة ولا يزالون في وضع الهجوم. دكتور، من متابعتنا لحسابك على تويتر يبدو أنه في كثير من الأخبار الزائفة من موزمبيق، لماذا وكيف يمكن أن نحتاط منها؟ Yes, indeed. There's a series of news coming out which tend to inflame the situation, or maybe not inflame it, but make it bigger. And it gives the impression there's a series of actors out there who بالفعل وردت أخبار من شأنها أن تصعد الموقف وتزيد حجم المشكلة. هذه الأخبار تعطي انطباعا أن أطرافا تروج من ناحية أيديولوجية ربما لتدخل دولي أو عناصر مرتزقة في موزمبيق. تحيك رواية أن داعش أكبر مما هو وأن الوضع محتقن والحكومة محاصرة في العاصمة بالما حيث مشاريع الغاز. أخبار قوية لكنها غير مؤكدة ولا يمكن تأكيدها معظم الأحيان، وأحياناً ما يتم نفيها بعد أسابيع. حجم الدعاية زاد بشكل مضطرد بحيث أصبح صعباً متابعة الوضع عن كثب. رأينا كيف أن قنوات عالمية مشهورة مثل صوت أمريكا تنطلي عليها هذه الأخبار فلا يتحققون من المصدر. نصيحتي هي العودة إلى قواعد الصحافة والأكاديمية الأساسية وهي التحقق من المصادر وعدم الاعتماد على مصدر واحد واستباق النتائج. في نفس الوقت دكتور بنشوف أنصار داعش مبتهجين بالأخبار من موزمبيق، هل أيضا ما ينقلونه مبالغ فيه؟ بالضبط، الدعاية تبث من الطرفين. بعض أفراد داعش من المركز حيث كانوا تسللوا إلى صفحات إعلامية في موزمبيق من أجل الدفاع عن أجنداتهم وشرح أهدافهم، يقولون إن الانتصارات الحكومية في المنطقة غير صحيحة وإنه لابد من اعتبار التاريخ وما إلى ذلك. هذا تراشق دعائي وعلينا أن نكون حذرين تجاه ما نقول وأن نتحقق من المصادر. من الأفضل أن ننبئ عن القليل المؤكد بدلا من الكثير غير المؤكد. الدكتور إريك موريار جينود أستاذ التاريخ الإفريقي في جامعة كوينز في بلفست، شكرا جزيلا لك. It's great pleasure. Thank you very much. ذكرنا الأسبوع الماضي أن طالبان أصدرت مجلتها الدورية الصمود في عددها 173 وفيها جزء مهم عن داعش كصناعة أمريكية وعن نفي وجود مقاتلين أجانب في أفغانستان. أما في النقطة الثانية فقد كتب كيليب وايس الباحث في لونغورد جورنال مقالاً مفصلاً حج فيه طالبان الذين طالما نفوا وجود مقاتلين أوزبك في أفغانستان، وذلك بعد أن نشرت وكالة ثبات الموالية للقاعدة صوراً لهم هذا الأسبوع. المتحدث باسم طالبان على تويتر قال إن الصور مفبركة، فاستخرج وايس من الأرشيف ما يفند ذلك. لكن ما لفت انتباه الجهاديين كان مقال صغير في الصفحات الأخيرة يقول باختصار إن طالبان تحترم إرادة الشعب في اختيار نوعية الحكم عليه. المقدسي اعتبره كلاماً ساقطاً متهافتاً وطالب طالبان بالتبرؤ منه ومن كاتبه ومن المجلة الاعتذار. فالمقدسي كما منظري السلفية يرفضون الديمقراطية والانتخابات والحكومات التشاركية ويعتبرونها شركا وكفرا، ويتفق في هذا مع داعش الذين علقوا حركة طالبان تعتنق دين الديمقراطية
نسخة إلى من هلل لانتصارها الوهمي على أمريكا. إلى هنا أخبار المرصد هذا الأسبوع. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة على أخبار الآن دوت نت والاستماع إلى نسخة البودكاست على الآن دوت أف أم. شكراً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.